تدرس بشكل دائم بكافة الطرق لتحسن مستواها التعليمي والرقي بالتلاميذ إلى أفضل منصب، وهذا لا يتم إلا بالتعاون معك، فأنت السبب المجهول في انتصار هذه المعركة الحياتية ومواجهة الصعوبات. هنا كلمة توجيهية للأمهات نعبر فيها بقيادة القائدة ميمونة الحضرمي والقائدة خالصة الخصيبية ورئيسة مجلس الأمهات الفاضلة نعيمة البريكية، بث مباشر للتوزيع الهدايا لعضوات مجلس أولياء الأمور بالمدرسة نيابة عن إدارة مدرسة بهجة العلم.